السلام عليكم. اليوم رانا في عنابة، وهذا مشروع نتاع قطب جامعي جديد او مركز جامعي جديد ببلدية البوني، متخصص في الهندسة المنجمية، وهذا تحسبا للمشاريع المشروع الكبير الاستراتيجي نتاع استغلال منجم الفوسفات الجهة الشرقية بولاية سوق عراس وولاية تبسة. كذلك نعرف أنه يعني عنابة والجهة الشرقية يعني ولايات الشرق معروفين بالتقاليد في ميدان الصناعة المنجمية، يعني مشغل الفوسفات، هناك مناجم الحديد في الونزة وكذا. إذا هذا المركز الجامعي الجديد وهذا المدرسة الجامعية المتخصصة في العلوم المنجمية والهندسة المنجمية هي أكثر من مرحب بها في الوقت الراهن، وخاصة للتحديات المقبلة. إن شاء الله يكون فيها فعل خير على المنطقة وعلى الجزائر، والسلام عليكم.